أكد الرئيس السيسي على خصوصية وقوة العلاقات المصرية السودانية والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين على كافة المستويات. وخلال لقائه بالرئيس السوداني عمر البشير على هامش اجتماعات القمة الإفريقية بأديس أبابا، شدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة جهود تعزيز التعاون بين الدولتين، مشيرا إلى حرص مصر على التشاور والتنسيق المتواصل مع السودان حيال مختلف الموضوعات والملفات. هذا وقد أكد البشير على حرص بلاده على تطوير التعاون الثنائي مع مصر على الأصعدة كافة، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. وقد اتفق الرئيسان على تشكيل لجنة وزارية بين الجانبين للتعامل مع القضايا الثنائية كافة وتجاوز جميع العقبات التي قد تواجهها. كما أكد الرئيسان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف من أجل ترسيخ التعاون خلال الفترة المقبلة.